يعقد اليوم مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوع برئاسه رئيس الوزراء شريف اسماعيل، حيث يناقشوا القضايا الامنيه والاقتصاديه وسبل توفير السلع الاساسيه للمواطنين باسعار مناسبه مع تكثيف الرقابه على الاسواق لضبطها. يستعرض الاجتماع ايضا بعض مشاريع القوانين التي تخص الصالح العام للموافقه عليها. أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أهمية التعاون بين الحكومة ومجتمع رجال الأعمال بشكل مستمر بهدف التعرف على المشاكل التي تواجه القطاع الخاص والعمل على حلها. جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء بعدد من ممثلي مجتمع الأعمال أمس بحضور وزيري التجارة والصناعة والمالية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. وشهد الاجتماع تبادل الرؤى حول العديد من الموضوعات أبرزها المشاكل البيروقراطية وإجراءات منح تراخيص الأراضي، وطرح الحاضرون رؤيتهم بشأن مختلف جوانب الإصلاح وما يرونه ضروريا خلال المرحلة المقبلة.